إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ومن على من شاء بطاعته وخذل من شاء بحكمته. سبحانه هو الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم قدرته. من توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه فالفرج قريب، من اعتصم به فهو مولاه، ومن ارتجاه مخلصا لا يخيب، من ذكره خاشعا اجتباه، ومن تاب إليه فهو المنيب، من شكر عطاءه نماه، ومن تواضع له نجا من التعذيب. وصلاة وسلاما على سيدنا محمد عبده ورسوله المقرب والحبيب. خلقه نعمة، ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطيب. من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب. من رآه في المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع الله، ومن دعا عند قبره أجيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وتالإيمان والإسلام، نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، حيث نعيش وإياكم نفحات فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله الطاهرة المباركة في شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع عمله وعمل أمته إلى الله وهم صائمون، موقنون بأن الله تبارك وتعالى يتقبل من المتقين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا ما نحن فيه، وأن يجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين. وتالإيمان والإسلام، وفي فجر هذا اليوم نوجه كل التحية لكل أم سهرت على تربية أبنائها، نوجه التحية لكل أم ربت أجيالا صالحة تقود مجتمعنا إلى ما فيه صالح البلاد والعباد. أماه يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعناه، فلأنت عطاء من ربي، فبماذا أحيا لولاه؟ ماذا أهديك من الدنيا؟ قلبي أم عيني أماه؟ روحي أنفاسي أم عمري؟ والكل قليل أماه، ماذا أتذكر يا أمي؟ لا يوجد شيء أنساه. فالماضي يحمل أزهارا، والحاضر تبسم شفتاه، ما زال حنانك يا أمي في خلدي يعطيه سرورا يرعاه. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، وبارك في أعمارهم، واجعلنا يا ربنا بارين بهم في دنياهم وفي مماتهم،
إنك ولي ذلك والقادر عليه. خير مستفتح دائما في فجر هذا اليوم القرآن الكريم، هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المرادا. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. مع القرآن الكريم وسورتي الروم ولقمان، من الآية 54 من سورة الروم إلى الآية 21 من سورة لقمان، يتلوها القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة النعيم.
الله حقا. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم
ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا. نظام الدين والدنيا معا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام؟ وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما؟ كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقاما. كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلاما. من سورتي الروم ولقمان استهللنا لقاء الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، ولا تقبل واحدة بغير قرينتها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه، أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. ولأجل ذلك تكررت الوصايا في كتاب الله والإلزام ببر الوالدين والإحسان إليهما. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالديهم، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى في خدمتهم، وأن يجعلهم راضين عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتالإيمان والإسلام ما أجمل أن نرفع معا أكف الضراعة إلى الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا تبارك وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجماله وكماله وجلاله، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟
هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ فاللهم إنا نسألك يا ربنا سترا للعيوب وغفرانا للذنوب. نعيش قبل أذان الفجر مع الابتهال والدعاء والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف، عذرا حبيب الله فإن جمالكم لن يوصف. جاء حبيب الله إن قصرت في وصف فإن جمال قد جمل الرحمن منها
المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما وفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ألا واختفى والله لو روض الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى فيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا تكفيك لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفيك أن البدر يخسف نوره لكن نور المصطفى لن يخسف والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب في وصف أحمد ما كفى والله لو روض الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا للبدر ولا
البدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفي يخسف نوره لكن نور المصطفى لن يخسف الصلاة والسلام عليك يا خلق الله وخاتم رسل الله يا رحمة مهداة يا يا أكرم الخلق على الله يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم. الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ فرحان عبد المجيد لصلاة الفجر، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية، ونحن معكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين في المرتبة الثانية في الأهمية بعد الصلاة، ثم جعل الجهاد بعده في الفضل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم آياته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين من كمال الإيمان، وهو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب في انشراح الصدر والنور التام في الدنيا والآخرة. والبر سبب لمغفرة الذنوب، للحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وتليمان والإسلام، وببر الوالدين تنفرج الهموم ويقبل الله الدعاء. فها هم الذين حبسوا بالغار بسبب صخرة ضخمة سدت عليهم، فكان دعاء الرجل البار بوالدته وبوالديه سبب لانفراج هذه الصخرة عن الغار وخروجهم من الغار. وبالبر يصلح الله تعالى للعبد في ذريته، ويسبغ عليه من نعمه، ويسبغ عليه أيضا صفة من صفات أنبيائه عليهم السلام. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا بارين بأمهاتنا وبآبائنا، الأم لها منزلة عظيمة، فكم ليل سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنياه. الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناه، الأم بحار من خير والبحر تدوم عطاياه. وتليمان والإسلام حتى يقام للصلاة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والقارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم
إنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا اكشف عنا الوباء والبلاء والغلاء ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم وفق الراعي والرعية وألف بين قلوب المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وأمن في صلاة الفجر أيضا. وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية مهندس محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط ومهندس محمد مصطفى أبو الدهب. ولكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. كل عام وأنتم بخير، يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. لكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الثامن من شهر شعبان من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد.